أربع شلاشين. فرحان ازاي قاعد مبسوط عمال يعمل كده وكده وكده. نلعب بقى شوية رياضة ونتكلم عن ايه هو معدل حرق الدهون الطبيعي لجسم البني ادم في الشهر مع كابتن طلعت. شيكو يا اورنجاتك شفتني وانا ازيكم يا ولاد عامل الوان فسفوريك فيري نايس هابي بيرث داي مغربي كل سنة وانت طيب. طب انت كم سنة يا حبيبي؟ 21؟ لا 3 19 ومروح 25 سنه. يلا كل سنه وانت طيب. ثانك يو يا شريف. شكرا عليك يا حبيبي. شكرا شكرا شكرا. احسن حال يا رب. حبيبي تسلم. ميرسي. يلا قول لي بقى هنتكلم عن ايه؟ طيب بص احنا في الاول خالص كده عايزين اوريك الاول الناس اللي بتروح الجيم. عندك نوعين من الناس. نوع بيبقى عارف هو عايز يعمل ايه وبيبقى الجيم ده بالنسبه له يعني لايف ستايل او هو واخده زيه زي اي رياضه ممكن يعملها زي الجري زي المشي زي بيلعب سكواش زي بيعمل سباحه. في ناس واخدة الجيم زيه زي أي رياضة في الحياة يعني. وفي جزء منه تاني بيبقى واخد الجيم كهدف، يعني أنا جاي الجيم لمدة شهرين أو ثلاث شهور، أنا عندي إيفنت أو عندي مناسبة عايز أخس عشان خاطر أحضر المناسبة دي. ناس عايزة تتجوز يعني قبل الجواز قبل الخطوبة عايزين يلبسوا الدريس كويس، عايزين يلبسوا الـ 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 البدلة. يلبسوا فستان اسمه. فستان. فستان. ففي ناس بتبقى جايه لهدف البنات يعني أصلاً. بنات او الرجاله عاده بتلاقي بتلبس فستان يا نهار اسود. لا بدله 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 عندكم في الجيم رجاله بتلبس فساتين. لا بدل بدل. فالناس اللي بتروح عشان خاطر عايزه تخس او تعمل هدف يعني في فتره زمنيه محدده تبقى جايه الجيم تقول لك ايه انا عايز اخس 20 كيلو في شهر، انا عايز اخس 10 كيلو في خلال الشهر ده. الفكرة بقى في انه الناس مش قادرة تستوعب الجسم يقدر يخس قد ايه في الاسبوع او يقدر يخس قد ايه في الشهر. تعال نتكلم الاول معدل حرق كيلو الدهون في كام سعر حراري. انا عشان احرق كيلو دهون بيتحرق في 7500 سعر حراري. يا لهوي. فانت بتتكلم في ان انت عشان تحرق الكيلو الفات ده انت وانت عندك كام كيلو فات في جسمك؟ دلوقتي ممكن تبقوا بنتكلم في 9 كيلو او 10 كيلو بالبرسنتج بالنسبه المئويه. يا لهوي ده انا عندي 18. ده نورمال. احنا هنوزعها لاكتر من حته البرفكت او اللي هو الحلو قوي من 8 ل 14. في ده في الرجاله. في الطبيعي من 14 ل 20. فوق ال 20 ده بيبقى اوفر دهون. تحت ال 8 دول الناس اللي بتكمبيت او الناس الرياضيين. ايوه بيبقى عنك. ما اول حاجه بتظهر علينا الوش. في الستات بقى نسب الدهون كام؟ النورمال بتاعنا احنا اللي هو من 14 ل 20 ده البيرفكت بتاع البنات او الكويس جدا بتاع البنات. النورمال بتاعهم من 20 ل 28% بودي فات او النسبه المئويه بتاعت الدهون. طيب انا عشان احرق بقى او الجسم الطبيعي بيحرق كام قد ايه بالظبط في خلال الشهر؟ في الاسبوع تقدر تحرق من نص كيلو لكيلو، يعني في الشهر من 2 كيلو ل 4 كيلو. ده في الطريقه طبيعي. الطبيعيه ما احنا مش عايزين اكتر من كده. ما هو في ناس بتبقى جايه انا عايز انزل كميه الدهون دي في خلال المده دي. بص بالخبره كده او يعني بالتعود اللي احنا شفناه في حياتنا من الكيسز او من الحالات اللي بتجيلنا عاده لو الناس حد جاي اوفر ويت وعنده كميه دهون عاليه جدا معديه ل 30% او حاجه و30% وعمره ما لعب رياضه، مجرد ما بيبتدي يعمل رياضه بينزل كميه كبيره من الدهون لان دي ازيد بكتير من اللي الجسم محتاجها فمخزنها. فممكن في البدايات تلاقيه بينزل بال 5 كيلو وال 6 كيلو في الاسبوع وعادي جدا، بس لغايه ما بينزل للمعدل الطبيعي اللي هو الافرج الحرق الطبيعي اللي هو من نص كيلو لكيلو في الاسبوع ويبتدي يثبت على كده. تمام؟ دي حاجة لازم الناس تبقى فاهماها كويس قوي انه مفيش حاجة اسمها انا عايز اخس 10 كيلو او 20 كيلو في خلال شهر او في خلال المدة معينة. والافضل بكتير قوي ان الناس ما تبقاش مستنية ان انا هيبقى عندي هدف او عندي ايفنت او عندي مناسبة لازم البس لها حاجة كويسة فعشان كده اروح الجيم. لا هو احنا بنعمل ده هو رقم واحد اغلبية الناس اللي بتتمرن بصفة مستمرة عشان صحتك. بس هو في ناس بقى تانية انت نسيت تقول عليهم. الانيوال. قولي اني ناس؟ اللي بيروح جيم. في بقى ناس بتروح عشان تطلع شويه عضلات وبعد كده يقولوا لنفسهم انا لايف كوتش وانا اونلاين كوتشنج
وانا كذا كذا، ويقعدوا يتريقوا عليكم طبعا عشان انتوا بالنسبه لهم مش حلوين. وفي ناس تانية بتبقى عايزه تروح الجيم عشان تعمل برضو تلاقي تطلع عضلايا بنشايا وبايا ده فورمه الساحل وترباسايا، وتلاقي رجلي زي رجله المعزه، ويقول لك انا مش عارف، ويمسك الكلب كده ويمشي ويركب العربيه ومطلع لي دراعه كده فاهم، ويقعد يبلع عشان دول كتير. ده حقيقي، هو الاغلبيه اللي انا قلته الاثنين اللي قلت لك عليهم دول قليلين، هم دول تو سيجمنت ال 10-15% ده ماشي صح وحياتك صح. اللي انا بقى قلتهم هو 90%. واقول لك على حاجه، في كذا حد تاني، في ناس تانيه بتدفع الاشتراك ما بتروحش في ناس تانيه، وفي بقى بيدفعوا اشتراك من الجنسين، اشتراك الجيم الميكست اللي هو ولاد وبنات عشان البنت عايزه تروح الولاد يتفرجوا عليها، والولاد تروح عشان عايزين بقى جو اللي هو الاجتماعي. لا ده مش اجتماعي، ده تحرش. في فرق بين ان انت لان انت ما تحط في هدف في مخك، لما واحده تبقى رايحه حاطه هدف في مخها انها رايحه الجيم عشان تتعاكس، اوكي، فده مش صح. ولما واحد يبقى رايح يدفع في الجيم عشان يعاكس، وده مش صح برضه. ده صح، ودول برضه نسبه كبيره. ده حقيقي، وفي فعلا الناس يعني جزء من الناس بيروح. بص، الطبيعي ان انت بتيجي تتمرن تمرينتك من 45 دقيقه لساعه. في ناس بتيجي تعمل ديوز، هي جايه قاعده بالساعتين ثلاث ساعات حاجة بقى. مفيش حاجه، وارثين قد كده والله. وارثين قد كده. فده مش يعني، هو انت التمرينه مش بمدتها الطويله، التمرينه بشده التمرينه، يعني المفروض ان انت بتحط العضله في ضغط لمده زمنيه معينه من 45 دقيقه ل 60 دقيقه عشان تلاقي النتيجه. الناس دي لو انت شفتها زي ما بيخشوا الجيم زي بعد سنه برضه هتلاقيهم نفس الشكل، هم جاي يتمرقع. ما هي ما بس انا خدت الاثنين سيجمنت او الاثنين النوعين الاولانيين دول اللي هم عشان انت انت شخصيه ما بتحبش تقول حاجات كده، تقول خوافه كنت تقول خوافه. انت شخصيه دبلوماسيه، انا شخصيه مش دبلوماسيه، انا احب اطص كده. انا سايب لك الطص بصراحه، طصتكوا بس انتوا رايحين الجيم، مش ده مكان رياضي، ده مش مكان عشان تروحوا تتسنكحوا فيه لا مؤاخذه يعني. هم الناس بتعتبره زي النادي، عارف انت؟ لا هو مش نادي، هو مش بالظبط، هو باقي الايام دي في كورونا وفي حاجات، فانتوا رايحين تعملوا ايه اصلا؟ وانتوا عندكم واقفين الشاور التشش؟ بص، كانوا موقفين الشاورات، وكانوا موقفين السبا والساونا والكلام ده. فتحوها؟ الساونا والسبا والحاجات دي كلها لسه مقفوله والشاورات، بس الجيم احنا عندنا في السيستم. لزقوا بقى وتروحوا ازاي ملزقين؟ ما انا هقول لك لا لا، في حمامات، لكن في حواض، لكن ما فيش شاورات، تمام؟ طب عندنا حته ثانيه بقى كمان، احنا عندنا في الجيم مشغلين بسلوتس، يعني سلوتس كل ساعه ونص جروب بيخرج ويخش ويعملوا تعقيم للمكان ولمده نص ساعه. قال يعني كده كورونا مش عادي، بنحاول افتحوا بقى التشاش وخلاص، يلا خلونا نمشي مع نظريه اللي هي مناعه القطيع دي، انا معاها جدا. طب ايه بقى، هنلعب رياضه؟ هنعمل، هتقوم تلعب رياضه؟ هنعمل تشست بينافيسكو بنج، يعني صدر اسمه كده. انت عامل سكسوكه، شفت انت ايه الحلاق غلط هو شال لك دقنك؟ لا انا اللي قايل له. انت بتعملها في البيت ولا عند الحلاق؟ لا اكيد الحلاق مش عارف اعمل ده. ليه؟ انا عارف انت مالكش في الحنتفه زياده، انا عارف، بس انا بروح عند الحلاق يشيل لي دقني عشان انا عندي مشكله، بس اوكي امسك الموس بايديا بتاع. لا انا برضو ما بعرفش اظبط دقني بصراحه، هو بيعملها لي كده. يلا قوم العب بقى، يلا بينا، يلا يا رب ودنك تكبر. حط لهم المزيكا يا اولاد، في مزيكا ولا من غير؟ المفروض في مزيكا. طب يلا 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 يلا، وقفتكم بسرعه بسرعه عشان مستعجلين. يلا كله فوق الستيج. برضه بتزحلق قوي. مش برضه زعلق. ايه العيال دي؟ الارض بتزحلق، الارض وحشه. طب عيدوها على الارض دي. شو ده؟ طب يلا قوم عيدوا كل ده على الارض دي عشان ما تزحلقش. لا الأرض مش بتزحلق أصلاً، أنتوا هتستعبطوا؟ والله بتزحلق. وإنها جد، أنت بتشرب سجاير؟ لا. ما بتنك كده ليه؟ لا تمرين تمرين. تمرين؟ أه. ده أنتوا ما قعدتوش دقيقة تتمرنوا. بامب إيه يا عم، روح أنت يا عم امشي امشي. أنا عشان لابستكوا قميص واسع مش، ما تقول لهم يا عم بربش أنت وزايد أي حاجة. الله، في إيه؟ بتنهج ليه؟ لا انت ما فيش ايه، هتقعد تعمل لي كده اهوت وكده اهوت، هتلاعب لي الفيران اللي انت مربيهم في صدرك. شفتني؟ اهو. اقوم لهم ولا ايه يا مؤمن، ولا بلاش عشان العين ولا عمل ده؟ عم بص عمال ينهج مش قادر ياخد نفسه اصلا، وده لسه هيتحل ان شاء الله. ايه ده؟
ايه هو؟ شرفتونا ونورتونا. ربنا يخليك. شلعت ميرسي والله. العفو يا حبيب قلبي. بس ما تبقاش تنهى كده تاني. اوكي. الله انت بتنهى خالص. ومرسي على القميص الفظيع اللي انت جبته. حبيبي ربنا يخليك يا حبيبي. كابتن مغربي كل سنه وانت طيب. هابي بيرث داي. طيب يا شريف والله شكرا جدا. يعني مش عارف اقول لك ايه والله. تعبتنا قصدي بسطتنا. انتوا كمان بسطتونا والله. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. الله يسلمك السلامة. عيال دي بتلبس جزم دايما حلوة. لا غيرت الجزمة بقى والله. اه الحمراء هي. انا قاعدك على كرسي احمر عشان كده. لازم يبقى في اي حاجة حمراء في النص. ممكن حاجة بسرعة؟ اه اتفضل. اولا انا حابب اشكرك جدا. انا مبسوط جدا ان انا في مكان زي ده وفي برنامج زي ده. وبجد والله مش كلام بس انا حاسس بالمكان ان انا في وسط عيله. ان انا بقالي فعلا فتره وان احنا كلنا بنسبورت بعض. اهلا وسهلا. وانا مبسوط ان انا بقيت 25 سنه وانت عندنا هنا في البرنامج. اه طبعا العمر كله دي. حبيبي والله. وان شاء الله كل السنين الجايه كلها نجاح باذن الله. ودايما افكركم ان الشخص اللي قاعد قدامكم ده هو مش يملك اي حاجه في نفسه خالص. كله سبب بابا الله يرحمه. وهو اللي عملني وهو اللي خلاني ابقى في مكان زي ده في وسط ناس محترمه دي. شكرا جدا ليك. وشكرا شكرا يا شريف حبيبي الله يرحمه ويحسن بيه. ميرسي. شكرا يا بريزي. يا بريزي شكرا يا بريزي. يعني ايه بريزي تاني؟ هقولها تاني. هو قالها بس شاب كول. هو شاب كول. حاجه حلوه. كول جاي. كول جاي. طيب احنا بقى دلوقتي واحنا هنغني اغنيه. لا مفيش اغنيه. هو بمزاجك. تعال هنا اهو. تعال هنا اهو. بقول لك ايه؟ كده اسمه كرنوال. مين؟ لا 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 تشيست قفش. كمان يقول لك تشيست قفش. يعني صدرهم قفش من التمرين، ايه العيال دي اصلا؟ يا عم تعال هنا اهو. ايه؟ يعني ايه بمزاجي؟ انا عايز اغنيه انت اللي تغني انجليزي. غني انجليزي. غني يلا حافظ. اديله المايك يلا يلا سينج سينج اي سونج. طيب بنشكركم شرفتونا ونورتونا. خلونا ناخد فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مع خبيره الابراج ونتكلم النهارده عن برج الميزان استاذه هاله عمر. خليكم على لو سمحتوا.